من مقال الجارديان إلى مقال آخر في الفاينانشال تايمز، ولكن يتحدث هذه المرة عن ما أسماها ثورة النساء ضد ترامب. الفاينانشال تايمز المقال للكاتبة أن ماري سلوتر اللي بتتحدث عن مسيرات النساء التي خرجت احتجاجا على تولي دونالد ترامب الرئاسة. ماري بتقول أن المسيرات التي شهدتها مدن في 60 دولة عبر جميع قارات العالم لم يكن متفق عليها بهذه الطريقة، ولكن تضامن النساء عبر العالم من وجهة نظرها يعد اعتراضا واضحا وصريحا على ما جاء في خطاب الرئيس دونالد ترامب. وبتضيف أيضا أن هناك أربع أسباب رئيسية لخروج المظاهرات النسائية ضد الرئيس الأمريكي. من وجهة نظرها بترى أن آلاف السيدات خرجن ضد الرئيس الأمريكي الذي يتحدث عن النساء وكأنهن قطع لحم، وكيف ينظر إليهن ويتحرش بهن. آخرون ثاروا من أجل أملهم في رؤية هيلاري كلينتون تؤدي اليمين باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة أمريكا، في حين ثار عدد آخر من أجل التأكيد على أهمية حقوق الإنسان، وخرجت أيضا المسيرات من أجل حماية ما أسموها الديمقراطية الأمريكية نفسها. الكاتبة أن ماري تضيف أن الطريقة التي يتحدث بها ترامب وأنصاره عن النساء تحطم صفتنا كأفراد مستقلين متساويين مع غيرنا في العالم. فمن وجهة نظرها أبعد ترامب عن حكومته النساء إلى وزارات مثل التربية والمواصلات والأمم المتحدة، بينما اختار الرجال لإدارة المال والسلاح. فهو يتحدث عن مأساة شريحة العمال البيض، ولكنه ينسى دائما النساء والبنات والإخوات من هؤلاء البيض.